كان في زمن الصحابة يأتي الرجل إلى أخيه، يعني الرجل عنده ضيق محتاج مال، فيأتي فيضع يده في جيب أخيه دون أن يستأذن ودون أن يطلب، يضع يده في جيب أخيه يأخذ من المال ما أراد وما أراد ثم يذهب. كان الصحابة إذا فرقت بينهم شجرة، يعني يسير في الطريق ويمسك بيد أخيه، فتفرق بين الأخ والأخيه شجرة فينفصلان ثم يذهبان، فيعود هذا يعانق هذا يقول له لقد اشتقت إليك يا أخي. أين هذه الأخوة؟ أين هذه الأخوة اليوم في زماننا؟ ونحن نسمع عن أخ لا يكلم أخيه من 5 سنوات ومن 6 سنوات ومن 10 سنوات، وأخ ما بزور أخوه إلا في عيد الفطر وعيد الأضحى، وفي عيد الفطر وفي عيد الأضحى. أين ميثاق الحب؟ ونصنع أنفسنا أننا ملائكة نتقي الله ليل نهار، لكن قلوبنا سوداء، قلوبنا حسودة، تحسد الرجل، تحسد الأعمى على عماه في زمان، تحسد الأعمى على عماه في زمان. اليوم الميت في قبره يحسد، يقولون مات وارتاح، يقولون مات وارتاح، حتى الميت لم يسلم في زماننا، يحسد الميت في قبره.